أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية. والبداية من موقع عدن الغد، والذي أورد خبر إحباط الأجهزة الأمنية في عدن لهجوم على البنك المركزي، وقال أصيب 4 أشخاص بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البنك المركزي بعدن. وانفجرت السيارة المفخخة ما بين مستشفى الصين سابقا وملعب الحبيش المحاذي لمبنى البنك المركزي عقب إطلاق النار عليه من قبل حراس البنك، ما أدى إلى انفجارها قبل وصولها إلى مبنى البنك. وقال عدد من حراس البنك إنهم باشروا بإطلاق النار على السيارة والتي كانت تسير بسرعة كبيرة نحوهم، ما أدى إلى انفجارها واحتراق سيارة كانت متوقفة بالقرب من المكان، كما تسبب الانفجار بإلحاق أضرار طفيفة بنوافذ البنك ونوافذ عدد من المنازل القريبة من الموقع وإصابة 4 من الأمن. وبالصور نستعرض الآن بعضا من ملامح الهجوم على البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، حيث انفجرت سيارة مفخخة في محيط البنك كان يقودها انتحاري، وذلك بعد تصدي حراسة البنك لها. الصور وردت بعدسات المواطنين من موقع الحدث، نتابع. إذن صحيفة يمن مونيتور عنوانت رئاسة اليمن لا يمكن القبول بتسوية تبقي الحوثي مستحكما باليمن، حيث قالت الرئاسة اليمنية إنها لا يمكن أن تقبل مطلقا بتسوية مع جماعة الحوثي تبقيها متحكمة بالأرض والسلاح والمؤسسات والأموال. يقول الموقع إن ذاك جاء في بيان للرئاسة والذي ندد بإطلاق الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صاروخا فلسطينيا. قالت السعودية إنه كان يستهدف مكة المكرمة. وأضاف بيان الرئاسة إننا إذ نعرب باسم الرئاسة والحكومة اليمنية عن إدانتنا واستنكارنا لتلك الأعمال، فإنه في الوقت ذاته يحز في الوجدان أن يكون استهداف هذه البقاع الطاهرة من أرض يمنية أخضعتها ميليشيات متمردة بقوة السلاح لتمردها وباتت مناطق خاضعة لها بالتعاون مع المخلوع صالح. حول الوضع الإنساني المتدهور في اليمن عنوان موقع المشاهد نت أكثر من 1 مليون طفل يمني يعانون من الجوع. وقالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة إن نحو 1.5 مليون طفل في اليمن مصابون بسوء التغذية، وإن نصف السكان يعانون من الجوع، وذلك بعد 3 أيام من تصدر صور مراهقة يمنية هزيلة عناوين الأخبار حول العالم. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في إفادة صحفية في جنيف أن الحرب المستمرة منذ 18 شهراً تركت 370 ألف طفل معرضين لخطر سوء تغذية حاد، وهو وضع يحتاج إلى علاج عاجل لمنع الأطفال من الموت. أما برنامج الأغذية العالمي فقد ذكر أن قرابة نصف الأطفال في اليمن توقف نموهم، حيث يكونون أقصر قامة مقارنة بمن هم في مثل أعمارهم، وتلك علامة على سوء التغذية المزمن. وحوالي 7 ملايين يمني بحاجة ماسة للغذاء، والمشكلة قد تتفاقم مع استمرار الحرب. تأتي هذه التقارير بعد أن اجتذبت صور لرويترز نشرت مؤخرا لفتاة عمرها 18 عاما في مستشفى باليمن اهتماما عالميا، وهذه الفتاة من بين أكثر من 13 مليون شخص يمثلون نحو نصف سكان اليمن. تقول الأمم المتحدة إنهم يعانون من نقص الغذاء مع وصول البلاد إلى شفا مجاعة.
عن مرض الكوليرا وانتشاره بشكل مخيف في المناطق اليمنية يعنون موقع بوست: الصحة العالمية تقدم تمويلاً طارئاً لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن. أما في التفاصيل فيقول الموقع إن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تقديم قرابة مليون دولار من مواردها المالية الداخلية المخصصة لحالات الطوارئ لدعم عملية استجابة الجارية لوباء الكوليرا في اليمن. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن عدد حالات الاشتباه بوباء الكوليرا بلغت 1184 حالة بما فيها 6 حالات وفاة. ووفقا للبيان فإنه يعيش أكثر من سبعة ملايين شخص في مناطق متضررة من الوباء في الوقت الحالي، كما أن أكثر من 3 ملايين نازح داخلي معرضون بوجه خاص لخطر الإصابة بالكوليرا. وحتى لا نصعد نحو الهاوية، هذا ما اختاره الكاتب أحمد عثمان ليكون عنوانا لمقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، والذي قال فيه: يجب أن تتبلور التضحيات التي يقدمها الشعب اليمني ومعه الشعوب العربية إلى مشروع واحد عام ومشترك واضح المعالم، عنوانه مشروع الدولة وتحقيق النهضة والمصلحة العامة، مع العلم أن الثورة والمقاومة ما هي إلا وسائل تستمد قيمتها وقدسيتها من قيمة الهدف. وكلما رأينا طغيان الصراعات الصغيرة وتوافه الأمور بين أصحاب المشروع الواحد وهيمنة النزق والتصدر محدودي الأفق وعاشقي الإثارة والمشاغبات العقيمة والجهوية والحزبية تسيطر على المشهد العام، يتضح هنا أن المشروع العام غير واضح ويأخذ اهتمامات ثانوية وهامشية، وأن المسافة بيننا وبين تحقيق النهوض الحقيقي من عثرتنا التاريخية ما زالت بعيدة، وأن الجسور مقطوعة بين الوسائل والغايات، وأن الوعي ما زال مضروباً. كل هذا يتوجب بذل جهود مضنية من أجل المثقف والنخبة السياسية للحفاظ على نقاء الوسيلة وإحداث تطورات تراكمية دائمة حفاظاً على تحقيق جوهر الهدف وروحه وضمان عدم وقوع انتكاسات قاتلة ومنع إعادة إنتاج ما قامت به الثورة والمقاومة الشعبية لإزالته والتخلص منه. فالمعركة تبدأ وتنتهي بالوعي وبوضوح المشروع العام المشترك وبتصدر قيادات على مستوى المشروع وبقدر التحديات بصوتها الأعلى الذي يجب أن يرتفع على حساب الفقاعات الصغيرة التي تتحول في حالة الغياب إلى تيارة هواء فاسد. أما موقع المصدر أونلاين فقد عنوان: اختيار القاضي ضمن 3 صحفيين مرشحين للفوز بجائزة الصحفي الأكثر صموداً. يقول موقع المصدر إن المنظمة الهولندية صحافة حرة لا محدودة اختارت الصحفي محمد القاضي مراسل قناة سكاي نيوز عربية في اليمن واحداً من 3 صحفيين مرشحين للفوز بجائزة الصحفي الأكثر صموداً. يضيف الموقع: تأهل القاضي إلى المرحلة مع صحفيين 2 آخرين هما الصحفية الكولومبية كلوديا دوكيو والصحفي الباكستاني حميد مير من أصل 50 مرشحاً. وبحسب بيان المنظمة فإن القاضي كان واحداً من الصحفيين القلائل الذين تواجدوا في خطوط النار الأمامية لنقل المعارك، ونجا من الموت عدة مرات وأصيب مرة وتعرض للاختطاف والترويع والاعتداء، ومع ذلك ظل ثابتا وصامدا يمارس مهامه الصحفية. الكاتب هائل سلام كتب في موقع المصدر أونلاين مقالا بعنوان: دكتاتورية ذات مسؤولية محدودة، وقال في أجزاء منه: الوئام الاجتماعي هو الرأسمال الحقيقي الذي يتساوى بل ويفوق في القيمة والأهمية كل مصادر الثروة المادية في أي بلد، والإنجاز الوحيد الذي حققته جماعة الحوثي حتى الآن بالمعنى السلبي طبعاً يتمثل حصراً في كونها نجحت في نسف حالة الوئام الاجتماعي اليمني من أساسها، نسفتها تماماً مثلما تنسف بيوت خصومها بالديناميت. سيحتاج المجتمع اليمني إلى سنين بل عقود طويلة لإزالة الآثار ومعالجة التهتكات في نسيجه الاجتماعي.
والملاحظ أن الجماعة وقد انقلبت على مؤسسات الدولة لا تسعى إلى التمأسس كدولة، بل تسعى وفق مؤشرات وقرائن وشواهد ودلائل عديدة إلى التحقق والتموضع كجماعة فحسب، أي إلى التمأسس كهوية خاصة ضدا على فكرة الدولة وعلى الهوية الوطنية الجامعة. إنها لا تسعى إلى الحكم بل إلى التحكم، أي إلى الاستئثار بخيرات الحكم وامتيازاته، ولكن دون تحمل أعباء الحكم وتبعاته. السلطة مسؤولية، غير أن الجماعة تسعى إلى الاستحواذ والسيطرة والاستئثار دون تحمل أي مسؤولية، حتى أن مسؤولية دفع وتسليم مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين تسعى إلى تحميلها الشرعية دون أي شعور بالمسؤولية تجاه الناس. بعبارة أخرى، إنها تسعى إلى الغنم دون الغرم، مثلها مثل أي ديكتاتورية ذات مسؤولية محدودة. الذي يدفعنا إلى قول هذا هو أننا في وطن وليس في صالة قمار، أنتم ونحن يمنيون حتى العظم، ولسنا في وارد التصنيف رافضة ومجوس، إذ نحن جميعا معجونون بطين هذه الأرض، نحن هنا في صنعاء في مرمى نيرانكم وفي متناول سلطات الاعتقال. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم، نعاود معكم مطالعة أهم ما تداولته الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من صحيفة العربي الجديد والتي قالت إن الحكومة اليمنية وكحل لأزمة توقف صرف الرواتب استكملت صرف رواتب سبتمبر للموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، فيما تتحدث سلطات الحوثيين عن توجيه لتفعيل وسائل إلكترونية لصرف الرواتب في ظل أزمة السيولة النقدية من العملة المحلية. وأكد مصدر في البنك المركزي في عدن للعربي الجديد أن البنك استكمل صرف رواتب موظفي جميع الجهات الحكومية للعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي أبين ولحج المجاورتين وفروع البنك المركزي في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، استكملت صرف رواتب موظفيها لشهر سبتمبر الماضي. تضيف الصحيفة أن السلطات الموالية للحوثيين في العاصمة صنعاء بدأت صرف رواتب جهات حكومية منها وزارة المالية والبلدية ومؤسسة الكهرباء. وبحسب مصادر متعددة في وزارة المالية وفروع البنك المركزي بصنعاء، فإنه لا علاقة للبنك بصرف رواتب موظفي تلك الجهات، وتم صرف رواتب موظفي وزارة المالية من خلال اتفاق مع كاك بنك لمنح قروض للموظفين مقابل فوائد، فيما صرفت مرتبات الكهرباء من وديعة لمؤسسة الكهرباء لدى بنك اليمن الدولي مقابل مصادرة إحدى الضمانات المودعة لديه لصالح الكهرباء. أما رواتب البلدية فصرفت من خلال تبرع لفاعل خير حسب مصادر وموظفين في صندوق النظافة. صحيفة الخليج عنونت المخلافي يتهم الحوثي وصالح بالسعي لإشعال حرب إقليمية. وفي تفاصيل الخبر، أشار المخلافي إلى أن التصعيد الذي مارسه الإنقلابيون وآخره إطلاق الصواريخ على مكة المكرمة يكشف عن أن الميليشيا الحوثية مجرد أداة في يد إيران وأنها أداة لتدمير اليمن وأشقائه. وحول الصاروخ الذي تقول السعودية إنها اعترضته بعد أن كان يستهدف مكة المكرمة، عنونت صحيفة الخليج أيضاً مغردون الحوثيون وإيران يعربون عن نواياهم بهدم الإسلام. تقول الصحيفة، عبر رواد تويتر عن استيائهم الشديد تجاه ما قام به الحوثيون المدعومون من إيران بإطلاق صاروخ بالستي على مكة المكرمة، واستطاعت القوات السعودية التعامل معه وإسقاطه قبل أن يصيب أهدافه. وتضيف الصحيفة، تجاوز وسم الحوثي يستهدف مكة 225 مليون مشاهدة حول العالم، حيث صب المغردون من خلال وسم الحوثي يستهدف مكة جم غضبهم على الحوثيين ومن يقف وراءهم، مؤكدين أنه لا يتقبل العقل وجود مسلم على وجه الأرض يرضى بالإساءة إلى بيت الله الحرام فضلا عن ضربه. الكاتب محمود الرماوي تساءل عبر صحيفة العربي الجديد، هل قرارات اليونسكو حبر على ورق؟ وقال في أجزاء من مقاله،
بين المنظمات والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتميز منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بأنها دأبت على اتخاذ مواقف موضوعية من القدس العربية المحتلة ومن الأماكن المقدسة في المدينة، مع رفض التعامل مع نتائج التهويد القسري للمدينة من طرف الاحتلال، وأصدرت في ذلك أزيد من 80 قراراً منذ العام 1967. وتأتي القرارات الصادرة أخيراً عنها تتويجاً لقرارات سابقة ذهبت جميعها إلى تأكيد الطابع العربي والإسلامي والمسيحي لبيت المقدس. شكلت هذه القرارات ضربة شديدة للمزاعم الإسرائيلية حول ملكية يهودية جزئية للمسجد الأقصى والانتساب القدس إلى تراث يهودي، حسب هذه المزاعم التي كان وما زال يجري توظيفها إسرائيلياً لوضع اليد على المدينة المقدسة وإزالة الطابع العربي والفلسطيني والإسلامي والمسيحي عنها. وقد قُبل الجهد المحموم بهذا الاتجاه بقدر كبير من اللامبالاة ومراعاة الاحتلال في دوائر غربية سياسية ودينية عقوداً، على الرغم مما تمثله القدس من رمزية دينية مسيحية عالية. واجهت حكومة نتنياهو قرارات اليونسكو بقدر كبير من السخط والانفعالات السلبية، وبينما يذهب كثيرون في أوساط عربية وفلسطينية إلى أن هذه القرارات على صوابيتها وإيجابها لا تعد أن تكون حبراً على ورق مقارنة بالأمر الواقع القائم في المدينة وفي الأماكن المقدسة، فإنهم يغفلون عن أن القرارات الدولية بشأن القدس المحتلة هي التي تمنع سائر دول العالم بما فيها الولايات المتحدة من افتتاح سفارات لها في المدينة المحتلة، وأن المشكلة تكمن حقاً في مكان آخر، إذ إن عدم استثمار هذه القرارات الدولية من أجل تصعيد المواجهة السياسية والقانونية ضد الاحتلال هو ما يبقي القرارات حبراً على ورق، وليس طبيعة هذه القرارات نفسها التي تظل تمتلك قوة معنوية وسياسية كبيرة. صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت في إحدى صفحاتها: الهجرة الدولية تقدم مساعدات لإيواء النازحين في لحج، حيث دشنت منظمة الهجرة الدولية مشروع توزيع مساعدات إيوائية ل 700 أسرة نازحة موجودة في محافظة لحج بعد فرارها من مناطق التماس الفاصلة مع تعز والتي تشهد مواجهات مستمرة. وأكد وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج أن أوضاعاً كارثية للنازحين من قراهم ومنازلهم في الخطوط الأمامية للجبهات ما يتطلب سرعة تقديم مزيد من المساعدات المتنوعة لتلك الأسر. وأشار مصطفى محمد عمر مدير المشروع إلى أن المواد الإيوائية تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي استهدفت النازحين بمديرية المسيمر بنحو 110 حالات ومديرية القبيطة بنحو 321 حالة، لافتاً إلى أن هناك مرحلة ثانية تستهدف النازحين الجدد الذين لم يتم التوزيع لهم في المرحلة الأولى. وقبل الختام ننقلكم إلى هذا الخبر من صحيفة القدس العربي والتي عنونت: شركة تهدي موظفيها شققاً وسيارات ومجوهرات. وبحسب صحيفة غارديان بريطانية، فإن مدير شركة تصدر الألماس في مدينة سورات المزدهرة الواقعة على الساحل الغربي الهندي أعلن أن شركته ستوزع 1260 سيارة و400 شقة سكنية وقطع مجوهرات لمواظفيه، وذلك احتفالا بقدوم عيد ومهرجان ديوالي الهندوسي الذي يحل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تنفق الشركة مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي ضمن برنامج الولاء للشركة كي تكافئ عدداً غير محدد من الموظفين البالغ إجمالي عددهم 5500 موظف. شركة دولاكيا التي تعد واحدة من الشركات الهندية الرائدة في عالم صقل الألماس بمدينة سورات الماسية وتصدر ماسها إلى 75 دولة تصدرت العناوين حين وزعت هدايا قيمة لموظفيها في عام 2012، عندما قدم المالك سيارات لثلاثة موظفين تقديراً لأدائهم. وفي برنامج عام 2014 قام رب العمل الكريم المعطاء بتوزيع 491 سيارة و207 شقق على موظفيه، وسوف تستثني الشركة من حصلوا على جوائز في الأعوام الماضية من برامج مكافآتها الجديدة. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.